اهو جينا العيد، اهو جينا العيد. يا مساء الخير على كل متابعينا في كل مكان، معاكم في تقرير جديد من داخل محافظة المنوفية. زحام شديد على منافذ بيع اللحوم وعلى القزارين بالمحافظة قبل ساعات من عيد الأضحى في يوم الوقفة. زي ما احنا شايفين الزحمة على منافذ البيع وعلى القزارين في يوم الوقفة استعدادا للفتة والرقاق واللحمة وعاداتنا المصرية اللي احنا مش ممكن ان احنا نتخلى عنها. عفوا، كيلو اللحمة هنا ب 250 جنيه، كيلو اللحمة ب 250 جنيه، وده يعتبر اقل كيلو لحمة، ده يعتبر اقل كيلو لحمة هنا في المحافظة. ده اللي بيخلي اني يمكن ده يكون سبب الزحمة هنا. عايز اقول لكم ان هنا في المحافظة الاسعار بتتراوح تقريبا من 300 ل 400 جنيه، فسعر 250 ده يعتبر اقل كيلو لحمة. يمكن ده سبب الزحام اللي حضراتكم شايفينه على هذا الجزار في يوم الوقفة قبل ساعات من عيد الاضحى استعدادا للرقاق والفتة واللحمة. كل سنة وانتم طيبين. انت رحت فين؟ كل سنة وانتم طيبين. زحام شديد على البزارين وعلى منافذ بيع اللحمة قبل ساعات من العيد. قولي لي ايه اللي حصل معاكي بقى كده من شوية؟ العرق وقع من هنا، الجزارين ومن هنا العرق وقع. عايزة اقول لكم ان الشادر ده وقع من شوية من شدة الزحام على المن. المهم انت كويسة وبخير؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. فين حقه يا مدام؟ قولي لي سعر اللحمه السنه اللي فاتت في الوقت ده كانت بكام؟ انا حاجه اعمله كل ما بنتي تعملي كده. لا بقول لك ايه، ما تزعقش لحد النهارده. قول لي السنه اللي فاتت في الوقت ده تقريبا كان سعر اللحمه كام؟ 260 جنيه و 260 جنيه كان زمان. 160 جنيه. 160 جنيه يعني تقريبا، ما يعني زياده بتاع 100 جنيه. صلى على النبي. جزارين البخور بحالها شكيانه في مجلس المدينه عشان اللحمه ب 250 جنيه، عايزين يبقوا ب 3.5. احنا ب 250 بنكس بنكس. طب واللي بيبيع ب 300 و 350 و 400؟ ظالم، جزار ظالم، وهيقابله الظالم اللي شاف. يا جميل تعمين سارة في كده وشهر على النت 50 يا ام سعيد، هاتي 50 يا جماعه. ده اللحمه ب 250 اهو، وريني كده اللحمه ب 250. هو ده اللحمه ب 250 يعني. انت اشطب ايه؟ كيلو كمان اللحمه اللي شطبت الشطه طبعا مادتك اسمها. ايوه يا استاذه لو سمحت. طب وانا اعمل ايه؟ عايزه ايه؟ الشطه كانت محطوطه على مادتك الحصه. انا هعمل لك ايه؟ كانت وزنه 2 كيلو قدام. اللي واخدها فين؟ ما حدش عايز معاها. خدتها فين؟ انا مديها لك ايه؟ حطيتها على مادتك. انا مالي ومالي حطيتها. طب اعمل ايه؟ اعمل لك ايه؟ انا ما خدتش الفلوس الباقيه. قد ايه؟ 25 جنيه. هي فين؟ مش تانية. مش تانية. خد عربيتنا عليك. كانت عايزه كمان ايه؟ خدت يا حاجه برضه غلطان. بيتهيألك في ايدك كنت واقف ايه؟ بتعيد لنا الكاميرا كده من عندك ونشوف. طب ماشي احنا لايف دلوقتي. وانا مالي؟ وانا ذنبي ايه؟ يعني انت تاخد اللحمه بضيعيها؟ حطيها واديك الفلوس ما لهاش.
هو احنا من؟ دوما معيش الا هو. مشهد. انت ذنبك ايه؟ انت ذنبك ايه؟ طب هو مش ذنبه حاجه. احنا ماسكين ولافين يدوروا عليها اهو. على فكره هو مش ذنبه حاجه. واللي انتوا عاملينه ده ذنب ليك في حياتك. ما اعرفش. كانت قدامك. بقول لك ايه، ما ترجعي الفيديو ده كده انت بتصوره. طب اخلص اللايف. ما هي متصوره. اخلص اللايف ممكن تكون ظهرت. ممكن تكون ظهرت بس اخلص اللايف. ايه فين بقى اللايف؟ صور غير. صور غير. استنى بس دقيقتين. والله سرقت مني 5 كيلو. رجعي الفيديو شويه ممكن تلاقيها عندك. للأسف مشهد مؤسف. يعني احنا شفناه دلوقتي مع بعض. واحدة منتقبة سرقت كيلو لحمة من سيدة بتشتري اللحمة. شفنا هي في حالة عاملة ازاي، عمالة طولتم انا معيش الا هما. والجزار طبعا معلوش اي ذنب لانه سلمها كيلو اللحمة في ايديها، فهو معلوش اي ذنب. وهي عيني يعني في حالة يعني بجد لا تحسد عليها، ربنا يعوض عليها يا رب. ما زلنا متابعين معاكم الزحام على منافذ بيع اللحمة في يوم الوقفة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. طبعا الكل بيستعد للفتة واللحمة والرقاق وعاداتنا المصرية الأصيلة اللي مش ممكن احنا كمصريين نتخلى عنها. فزي ما احنا شايفين في زحام شديد على منافذ بيع اللحمة في المحافظة، خاصة ان هنا سعر كيلو اللحمة هنا هذا الجزار عامل مبادرة سعر كيلو اللحمة ب 250 جنيه. فيعتبر نقدر نبيعها ب 200 بعون الله. احنا نشتريها ونعرف نبيعها ونكسب فيها ب 200 جنيه ونبيع ونكسب مش ب 250. وقالوا كمان ان سعر اللحمه هينزل بعد عيد الاضحى. قلت 200 جنيه بعد العيد. كنت بتقول لي 150 من شويه. بقى يمكن يبقى ب 100، يمكن يبقى ب 120 بس. لمين ده؟ لا لا احنا لا كلهم ولا لا. كل عام وحضراتكم بألف خير، ربنا يعيدها علينا الأيام يا رب بكل خير. في مواسم سعر اللحمة بتغلى في المواسم. كل عام وانتم بألف خير يا رب. في موسم وفي غير موسم احنا مرخصين عاملين مبادرة أقل من أي جزار 100 جنيه. لو بقى كيلو اللحمة ب 400 احنا ب 300، ب 300 احنا ب 200، ب 200 احنا ب 100. يعني هنا وعد منكم ان سعر كيلو اللحمة هيفضل أقل من أي جزار ب 100 جنيه. لا بعد العيد هيبقى احنا 250. تاخدوا تصوروا يا مدام دلوقتي صح؟ هنجيب اللايف من الاول ونشوف. ما لقيتوهاش؟ اصل انا عارف واحده كانت بتاخد مني واخده مني كيلو من المركبه اللي كانت واخده بتاخد كيلو مني. اللي عارف كيلو انت عارفها؟ عارف مين يا جماعه؟ اللي هي بنت اللي قاعده شارع الشعوب اللي هم واد الحلب. شكرا لكل متابعينا في كل مكان. تابعنا معاكم الزحام الشديد على منافذ بيع اللحمه وعلى الجزارين في اولى ايام في وقفه عيد الاضحى المبارك، وقفه عرفات. كل عام وحضراتكم بالف خير، تذكرونا بالدعاء. شكرا لكل متابعينا في كل مكان.